قال لك السيد اسيدي هاد السيده هادي ما بقاش عقلت عليها بعد انا اول حاجه نساوت لي ستريس وكذا وهادي جات تصور معاه سحب له بغا اخوان سمعوا صديق زياش كيعاود الحقيقه الكامله اللي طرات بين زياش وفاتي جمالي الحقيقه الكامله الاخوان غيعاود هاد السيد هذا على لسان الصديق ديالو زياش سمعوا الحقيقه الاخوان ديما ما عمركم تحكموا في الاول حتى تسمعوا القصه كامله ها الحقيقه بانت كمل الفيديو بغات تصور وقف ديك الوقيفه ديال التصوير باش تصور معاه تليفون في الدمج بداتو ما علاتو ما والو شاب ذاك يشوف فيها قالت له ما عرفتينيش اخوان السلام عليكم مرحبا بكم معزاني في فيديو جديد من مورا الاخوان داكشي اللي وقع ما بين زياش وجمالي كل شيء يعني كل واحد شنو بقى كيقول كل واحد خرج السيناريو من عنده ولكن الحقيقه ما بانت حتى لدابا من عند لسان واحد الصديق مقرب ديال زياش اللي حكى له القصه وحكى له الواقعه كيفاش وقعت وكيفاش الهضره قالت داكشي كله المقلوبه الاخوان داك الهضره اللي سمعنا من عند اختنا كلها مقلوبه اختنا بغات تصور عليه وما عرفاتش صدقها معها المهم نشوفوا السيد شنو كيقول والقصه على لسان الصديق ديالو ونشوفوا الحقيقه كامله الاخوان هادشي اللي كاين الاخوان تحياتي الناس اللي كيديروا لايك وكيبداو فيديو مرحبا بالناس اللي كدير مرحبا بالناس اللي داخله جديده بس تابعونا معنا في لاشين شكرا للجزائر شكرا للجزائريين اسمع اسمع هكا كما كبرتوا بيا قال لك شرح كبر بيتكم كان عندي انا تحياس الامارات العنابيه سبيسيال قال لكم بنتكم في عيوني لا تخافوا اسمع زين انا غير عنابيه برك بنت بلادنا هكا قال لك راه في عيوني بنت بلادكم وحيا الامارات العنابيه وشنو دابا هنا اسكتوا قليلا صافي فراسو راسنا بكدا هادي خويا سيتكم هادي وشنو هاد الشيء هذا قال لك العنبيه في عيوني شتي ها هو عطاكم التحيه عزيزي قال لكم بنتكم في عيوني لا تخافوا لا تخافوا غير العنبيه برك بنت بلادنا هكا علاش يلاه ما قالش الهوكيين مذكر علاش قال العنبيات على في عيوني راغي راغي غلط راه بغى يقول حاجه اخرى وقال عيوني ادي ادي كتضحك والله هذا كتضحك نجي الله سيربول كتبول بالقلسيه ولا بلوكسيه جابوك ولا مازال راه عرفتي راسك انت كتلوح فوق الزدادر راك في اوروبا دابا ابو لا ساره لا ما نبول عليك هنايا ويزيكا راني عارف الماضي ديالك ويزيكا انا دابا بغيتي نعرف شاف سمعني انا بغيتي نعرف دابا انت هي فيك اللعبه الا بغي يقرزك شي واحد خصو يدير له ماشي بحالك سمع ماشي بحالك بقيت كانت حتى جات عصقاتني وخلينا والله يمك تندي لك الاولاد جلس انت راسك بحال عطيني فرصه عطيني فرصه نجاوب كمل شوف السكور عطيني فرصه نجاوب عطيني فرصه نجاوب كان غا كيدور بحال الهبيل تما كانوا كيطلعوا به اللايفات جابتو واحد الشارفه هنايا مسكينه ما عندها راجل وسخوط هذا مولين قطع له الصوت وحدد له السرعه مزيان لسانه طويل تلقات هذا دخل على الصح جايبه حاطاه سد عليه في واحد البيت وكيخرج لها الروسيطه داير بحال كيسد عليها في بيت وكتبقى تخرج الروسيطه قال لك الرجوله قطع له بحر باش يجلس في كاسك وسير خدم وسير خدم جي صيفط لامك غا باش تمشي للحج غا صيفط امو بفلوس تيك شنو كيجي الثاني كتجيبو مرات تصرف عليهم كتعطيه فلوس القهوه شوف فيزيكا شنو كيفيل والله العالم يخرج وكيقول لهم اوروبا زوينه انت فاش شتي شي اوروبا مخشي تما بحال شي بهيمه قلب بيزيكا المفروع لسانو طويل هذا مولينيك صح حق الله ولكن الحاجه اللي دارنا عطيه هي فاش قال لهم انا اوكي هذه هي الواعره اوكي نتحدى اي واحد عنده شكاره حليب كيما هذه دير معنا ديو كا 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 لونو اللي دابو دواو فيها كاس حليب
اللي عنده في حومته يبيعوها يقولنا كاينه دير معنا دي ولا وريها لنا يقولنا حد فوكين حد اي يا دي الحليب يا قوى الضريبه كاس حليب كيتباع في الساشيه واحد عنده شكاره حليب كيما هذا دير معنا دي كالونا اللي يلعبوا دواء وفيها كاس حليب اللي عنده في حومته يبيعوها يقولنا كاينه دير معنا دي يدير معنا دي الله يلا الله يحسن العوان ليفي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير انا رجعت لكم موديل كابون كان ماشي نورمال هنا التيسو هاي الكاليتي شابه بزاف البري باطل سوما هبال كما راكم تشوفوا في المانكا تاعها بزاف شابه اللي طايحه ويلي ويلي عطي طيحات بشو دابا داير هذا السيد موقفاه وملبسها كبوط ديال العيالات وكتقول له كما تشوفوا في المانكا شحال شابه شوف شوف اسمع اسمع البري باطل سوما هبال كما راكم تشوفوا في المانكا تاعها بزاف شابه اللي طايحه هاي حتى تخوى اكس ال من داخل جايه مقطمه بزاف هايله البنات عندها الفوري تاع لاكابيش هايل لي بوش هايلين بزاف شابه حبيباتي مرحبا بكم في جولدن وومن سوما خويا بزاف على طرف الخبز هذا واخا تكون شحال تعطيك اخي ما تطيحش براسك ودير بحال هكذا ما عرفتش اخويا واش النفس اللي عندنا خارة اكثر من القياس ولا ما كنرضاوش ولا فينا المشكل حنايا واقيلا انا تيك توك وما رضيتش نديرو والله الا تيك توك وما رضيتش ندخل انا في داك التخربيق ديال كبسوا لي كبسوا في الشاشه ديال واخا يكون غادي يخلصني الملاير والله ما رضى نديرها ما رضاش ديروا رحبوا بموسيبي راس كاف وكل شيء اما المغرب 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 مع فوز القجع كل شيء واجد كل شيء حاضر ناظر بالنواضع صاحبي صافي القجع ديجا وحده يغلب دولة تاعنا بها بتبون بلارمي تاعها كيما دارت الور ايماجيني جو معاه الاخرين شوف راهي دايره اون بالونس حاطه فيها الدولة الجزائرية والقجع في لا بالونس الاخرى هذه راها اطاحة كبيرة على بالك المغاربة ما راهمش مسوقين كي قال لك هما ما راهمش مسوقيننا لا المالك مسوقنا ولا الحكومة ولا رئيس الحكومة ولا الدولة تاعهم ولا البرلمان راهم حاطيننا لقجع دايرينه في كفة والدولة الجزائرية بإسرها رانا نقولوا بإسرها بما فيها من تبون حتى الفاكتور حاطينه في كفة والمشكل سيكي تجور لقجع يغلب هذا هو المشكل هذه هي اللي باغي نندب على جالها انا يا حناكي حتى نلحق العظم حتى نلحق لا ماشوار العظم تاع لا ماشوار القجع وحده ما هو لا وزير ولا برلماني ولا رئيس الحكومه ولا حتى حاجه غالب دولة نتاعنا من تبون حتى انا قاعدين يبكوا يهضروا غير عليه هذه ماشي حكومه يا جماعه هذه ماشي تندب عليها بيناتنا هذه ماشي تندب عليها براي هذه تندب تستاهل تندب عليها ولا ما تستاهلش انا بالنسبه ليا تستاهل تندب عليها ماشي غير حناكك نندب عليها الرقبه تاعي حتى نوصل للعرقوب هذا غير القجع القجع وحده القجع وحده تخيلوا القجع هذا هنايا هنايا على بالك هنا اش تبين لك تبين لك باللي الدوله المغربيه راها تعاير فينا انديريكتومو زعما راها تقولنا باللي انتوما غير القجع اللي حاطينه حنايا فيكم ما قدرتولاش غالبكم الي روتور يغلبكم في استادكم ويغلبكم في استادنا وغالبكم الي روتور فينا المغاربه غادي ما تسلكوهاش معاهم ما نقدروا لهمش يا جماعة ما نقدروا لهمش إلفو أفوي سا إلفو أفوي سا ما نقدروا لهمش رام المغاربة واعرين في قاع لي ضمان ما نقدروا لهمش حنايا وحنايا أوطونكو الشعب وكل شي رانا معترفين بهذه القضية راه غير العصابة تاعنا تدينا في الهلاك راه ديتنا في هاد المغامرات وفي لا كونكورونس معاهم ولكن حنايا سيتادير الناس العقلاء الشعب رانا المغاربه خطر خطر قال لهم الحق قال لهم اللي كاين والله الا فري حنا حاطين لهم القزع صافي القزع تخيل معايا القزع مرول لك دوله دوله فيزا بلا ناس القزع تبارك الله الله يحفظه لينا والله يخليه اش كاين هذاك السيد كيبغي بلاده كيخدم
كيخدم تبارك الله اللهم بارك. شوف شحال شوف شحال الحوايج داروا من المغرب. شوف شوف فين وصل المنتخب المغربي تبارك الله. شوف شوف اخي ترى انا ما احب اتكلم في السياسه مع اني لا شوف صحفية. هو موضوع سياسه هو أوكي. موضوع ولدنا هو موضوع غباء والله العظيم. أنا... موضوع سياسه السياسه اشياء ثانيه بس الموضوع اذا ان دوله عندها حدودها وبلادها امورها طيبه والثاني هايط غربي ما غربي يا ابوي صباح الخير يفهمون الشعب بالاشياء هذه عشان انتم ما تطالبون بحقوقكم عشان ما تصيرون مثل المغرب يا اخي انتم قوه عندكم بترول عندكم غاز ليش ما تصيرون مثل المغرب ليش ما تصيرون خلي احكي لك شوف الجزائر الجزائر ما هي حابة ما هي محتاجة انها تصير دولة سياحية ابد مو مدرسة سياحية يا وعندك مقومات سياحية يجونك السياح ما عنده مقومات اساسا كيف ما عندها مقومات وين المقومات تبتدي من المطار انت تسافر من البلد انت شقد سافرتي بمطار دبي وسافرتي بمطار محمد الخامس سافرتي بمطار بومدينة تشوفين الفرق عبارة عليها مطار تونس بعد لا 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 شوف شوف زيارها زيارها بقاس كتقول له غير لا شوف 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 كنقولوا اسمع ماشي شوف هذاك راه لايف بلا 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 فيديو غصوص اش من شوف شوف مشكل تاع كيما اللوبيا العدس هادو الحبوب هادو بكرنا طحنا في اشكال كبير ما كاش مشكل تاع البقول الجافه هذه خلاص باش تشرو مباشره مع الديوان شو صحاب صحاب الكرافطات مجموعين على شنو كيناقشوا الاخوان واش عباد الله دوله كيقول لك دوله قاره شنو كيناقشوا عباد الله ملحن وسادة ما نصنعش كل ما نصنعش بانس ما نصنعش تلفيس ما نصنعش كل شيء مستورد هذا عرفت سيها ولا سلامسك اللي تراني يروح ولا مشكلة اللي عنده صباط ملحي كسيري الناس عيات اخويا القشاع والناس عيات قال لك بزاف انا مزوقك شوفوا لنا والله الا الناس عيات القشاع وتحمل شوف ما شاء الله شوف هذا الله يكمل بخير هالشيء هذا وبالتسخير ولكن الناس عيات صاير راك هبلتهم راك هبلتهم اولاد ولكن والله لا هبلوا والله الناس لا هبلت المغرب والله العظيم الا راكم غتهبلوا المغرب راه وصل للعالميه حط راسو مع الكبار غير كرة القدم تعرف في العالم على بالك دروك العالم كامل غادي يجي نهار كأس العالم للمغرب 2030 العالم كامل غادي يسمع فين غادي تنظم كأس العالم موروكو ماروك موروكو ماروك مرويكوس كأني الكلام يبقى يدور في جوجل غير على هكا يعني تخيل انت تجيك واحد نديرو حنا 10 ملايين هادو يجيو يتفرجوا الكرة و10 ملايين يجيو ساعي عندك 20 مليون ولا 17 مليون ولا ضرب له هذا الكالكي ليها شحال الدخل ديال الفلوس هذه نهضروا غير على الشعب البشر يعني الناس وزيد كالكي لي نتايا النقل التلفزي اللي سالوا فيه في مع الفيفا يمكن 20% ولا 30% زيد البيبليسيتي اللي غتكون في الملعب زيد وزيد طاول الجمهور اللي غادي يدخل زيد لي زوطيل زيد بزاف الحوايج هذا كل شيء خير يعني المغرب قبل كاس العالم غادي يبني ومور كاس العالم غادي يرتاح ويصيب عنده على واحد المده ديال 20 عام ولا 30 عام بنيه تحتيه رائعه يعني مرتاح ست ملاعب مغطين طرقات تيجيفيات ترانات لوزوطي المطارات كلش يكون عالم يعني هنا تكون مرتاح ولكن كاين شي وحدين واجحهم راسهم مساكين ما صايبين باش ايوا دمي علاش هذا الحسد والغير وهذاك الشعب اللي غادي يجي ديالنا اللي غادي يمشي يتفرج في المغرب كيفاش غادي يقول مين يشوف الطرقات شوف بنيه تحتيه شوف مطارات شوف يشوف لي كار ديال التي جي فيات يمشي للدار البيضاء يمشي للرباط يمشي اكادير يمشي مراكش كيفاش غادي يحس اش تبغي تبرد تحكمها القنطه شنو دير ديك الساعه انا بغيت نعرف واش البقره الحلو في صوفيا بالمن واش غادي تزيد تشوف واش غادي تزيد تضرب شي دويره تشوف ما تقدرش شفت الاستقبال لجلاله الملك في الامارات شفت ولا مارك شايف شوف الاستقبال يناسب اللي راه يناسب الملوك تاع الصح
شفت خويا العزيز، لأن الرجل هذا يستاهل خوتي، يستاهل استقبال هذا، لأن رجل محترم، راجل راهو يخدم بلاده خوتي. لهذا القضية هذه يعني يخدم بلاده ويخدم الشعب نتاعو، الراجل راهو يقدر الشعب نتاعو، راهو يخدم الشعب نتاعو. ها شوفوا بالك من الاستقبال راك تحكم عليه خويا، من الاستقبال في الإمارات راك تحكم على المستوى تاع الراجل هذا. ها ما تحكيليش على واحد استقبله رئيس تاع بلدية او جنرال كذا، كل واحد راه يحكم اخوي تحكم عليه اخوتي من الاحترام تاع الناس ليه. ربي يحفظكم خوتي، خلوا متابعة يا اخوان. عاش الملك، الله يحفظه لينا، الله يخليه لينا، والله الوطن الملك والصحراء المغربية. شفت واحد الفيديو دجياج مع واحد السيدة ما كنتش كنعرفها، عاك عرفتها، فاتي جمالي، المهم عند راسها هي جمالي. بالحق انا مأكد وباليقين جياش ما يعملش داك المنظر هذاك، وما يشبش في لي فران ديالو ولا شي وحده، ولا تصور معاها وكيتصور مع الناس. أكد أكد، بغيت نتأكد، نزيد تأكد، تأكدت بالطريقه ديالي. اسمعوا الاخوان هادشي اللي جا على اللسان ديال جياش، قال لك السيد اسيدي هاد السيده هادي ما بقاش عقلت عليها بعد انك، اول حاجه نسى قوت لي ستريس وكذا، وهادي جات تصور معاه سحب له بغا. اخوان سمعوا صديق زياش كيعاود الحقيقه الكامله اللي طرات بين زياش وفاتي جمالي، الحقيقه الكامله الاخوان غيعاود هاد السيد هذا على لسان الصديق ديالو زياش. سمعوا الحقيقه الاخوان، ديما ما عمركم تحكموا في الاول حتى تسمعوا القصه كامله، ها الحقيقة بانت. كمل الفيديو. بغا تصور، وقف ديك الوقيفة ديال التصوير باش تصور معاه، التليفون في يده ما جبداتو ما علاتو ما والو، شاف ذاك يشوف فيها قالت له ما عرفتينيش، زعما كان ما جاش نتصور باش ما عرفتينيش شكون انا. هاد الكلمة اللي بعد بزاف معروف ما عرفتينيش شكون انا. قالت له قال لا قالت له انا فاتي جمالي. قال ماشي بالغنزوره، قال لها بحال ما نقولوا بالانجليزي مشرفين كذا هادي، ومشى كيسمع كتقول يو شتي الحقيقه الاخوان. دار عندها بالغنزوره بشويه، قال يو تو ومشى. قضيه تقلبت، دابا هي اللي باديه، هي اللي ظلمه، هي اللي مجا عنده وتبغى يتصور معاها، والسيد راه فعلا ستار عليك. انتينا فين شكونتينا؟ انتينا ماشي مشهوره، انتينا ما كيعرفوكش، انتينا كيعرفوك الرادلين والشطحيه واللي معروفين الحال، ما كيعرفكش هاد الانسان هذا باش تزين عنده لاعبي ديال الكره اللي عنده تبارك الله المغاربه كيحبوه، الشعب قومي، بطل قومي، ابطال، وتجي تخرج عليه الكذبه بحال هذه والظلم وتسب فيه وتقلب القصه. زعما عير هو ما عندوش الوقت وماشي ما يمكنش يتابعك زعما قانونيا وكذا هادي، لانك وجياش كيوقف مع البنات مع الرجال مع اللي كيجي يتصور معاه كيتصور وكيضحك، واخا كيكون معصب واخا كيكون مريض واخا كيكون راسو تن هنا كيتصور مع الناس، وكاع نزيدك اكثر ما كيتصور مع الناس، كيعرضوه الناس وكذا وهادي في لابيسين تلاقى واو هادي وهادي، وكيوقف معاهم ويهضر معاهم في شي مقطع اذا كان ماشي الخدمه ولا السفر. تجي تكتب على المغاربه، المغاربه مطورين. تسالنا يا اخوان كون استخدم الفيديو، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. بيس الله في التصالح.